يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. ومن جانب آخر، يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعايا الدول الأجنبية. وللمزيد بينضم إلينا من مدينة العريش محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. يعني محمود، أوصف لنا المشهد عندك. نعم حكمة، بعد التحية، يعني الصورة الأبرز هنا في مدينة العريش وفي محافظة شمال سيناء هو عدد الشاحنات الموجودة في مدينة العريش وأيضا أمام معبر رفح التي يتم دخولها تباعا من خلال بوابة معبر رفح المصري إلى قطاع غزة لدعمهم بكل المساعدات الإنسانية الموجودة سواء كانت الغذائية أو حتى الطبية. نتحدث عن حركة المعبر اليوم، نتحدث عن دخول 120 شاحنة متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 98 شاحنة متجهة إلى منفذ العوكة. كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. نعم. بالإضافة بالطبع إلى استقبال المصابين والجرحى، وهنا نقطة هامة فيما يتعلق بالجهود المبذولة من قبل مديرية الصحة والسكان في محافظة شمال سيناء. كل الإمكانيات الطبية قد سخرت لدعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يأتون في المستشفيات الموجودة في محافظة شمال سيناء. نتحدث عن رفع كفاءة كل المستشفيات وأيضا وجود عدد كبير من الأطقم الطبية الموجودة التي تقدم الخدمات المختلفة. نعم. سواء هذه الأطقم داخل المستشفيات وتحديدا مستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش ومستشفى بئر العبد، أو حتى خارج المستشفيات في النقاط الطبية أو العيادات الطبية التي تم تحديدها لتقديم الخدمات لهم. نتحدث عن عيادة طبية بأحد النوادي في محافظة شمال سيناء، وهو مكان للاستشفاء لمن تم يعني انتهاء فترة علاجه داخل المستشفيات، والعيادة الثانية الأخرى الموجودة بالقرب من الوحدات السكنية الموجودة لمرافقي المصابين والعالقين لتقديم أيضا الخدمة الصحية المختلفة. بالحديث أيضا عن مطار العريش الذي لازال يستقبل كل الطائرات والمساعدات التي تأتي من الدول المختلفة، لكن أيضا مطار العريش غدا سيكون على موعد مع زيارة وزيرة الخارجية الألمانية التي ستأتي إلى مدينة العريش وستتجه إلى معبر رفح لتفقد المساعدات الإنسانية والشاحنات الموجودة والمصطفى أمام المعبر. وربما هذه الزيارة ستكون عقب لقائها بوزير الخارجية المصري السفير سامح شكري في القاهرة. نعم. وهذه الزيارات تأتي تباعا أيضا من خلال مطار العريش الذي لا زال يستقبل كل المساعدات، وكان آخر هذه المساعدات ثلاث طائرات وصلوا بالأمس من السعودية على متنها 23 طن من المواد الغذائية والإيوائية. نعم. بالإضافة إلى طائرة من فرنسا على متنها 16 طن من المستلزمات الطبية ستتجه إلى مستشفى العائم في ميناء العريش، بالإضافة إلى طائرة بولندية قادمة من الهلال من الصليب الأحمر الألماني على متنها يعني نتحدث عن 30 طن من الخيام. فبالتالي جهود مصرية في كل المسارات وفي كل الاتجاهات سواء كانت المساعدات أو حتى الجانب الطبي والصحي الذي يتم من خلاله تقديم أكبر عدد من الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين. نعم محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.